خلينا نروح لزميلنا شريف شعبان يكلمنا عن اهم تفاصيل تدريب النادي الاهلي النهارده. مساء الخير يا شريف، بدايه طبعا كل سنه وانت طيب، ويعني اتكلمنا كده على معالم تدريب النادي الاهلي النهارده الصبح، قول لنا ايه اهم العناوين. بخير زميلي احمد وزميلتي ساره ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، حضرتك طبعا طيب وبالف خير، وكل مشاهدينا وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، عام جديد باذن الله رب يكون كله انتصارات يا رب. النادي الاهلي 2021. يمكن خليني الاول اقول لك التمرين بدا في الساعه 11 صباحا، طبعا ما حضروش مستر بيتسو موسيماني نظرا ان الجهاز بكره باذن الله يكون موجود في التمرين، كهربا كان عنده يمكن دور برد باذن الله بكره باذن الله يكون موجود في التمرين باذن الله. بكره هيكون في دكتور طبعا جديد للنادي الاهلي دكتور احمد ابو عبله، طبعا سلبيه عينه قفشه وربيعه. طمنك على ملف الاصابات يمكن بصفه خاصه طاهر محمد طاهر يمكن كدمه والحمد لله هيكون مشارك في التمرينات الفتره المقبله. جيراردو عنده شد في عضله السمانه او مزق في عضله السمانه هيغيب حوالي اسبوعين، اجايي مش هيلجا الى التدخل الجراحي، اجايي هيشتغل البديل علاج طبيعي وهيكون موجود باذن الله بعد ثلاث اسابيع باذن الله، وهيلحق كاس العالم للانديه باذن الله. كريم نتف باذن الله في اول شهر واحد باذن الله، في اول اسبوع في شهر واحد باذن الله هيكون متواجد. محمد محمود في اول شهر اثنين باذن الله، في اخر شهر اثنين باذن الله هيكون محمود متولي متواجد باذن الله مع فريق النادي الاهلي. ده على الـ يعني الملف الطبي في النادي الاهلي. بكره التمرين هيكون الساعه 3 عصرا، طبعا استعدادا لمباراه دجله اللي هتكون يوم الجمعه الساعه 7:30 على استاد الاهلي والسلام. النهارده كان في تمرين خفيف ريكفري من كل اللي شارك في مباراه امس اللي انتهت بفوز كبير على فريق الاتحاد 4-0، وبكره باذن الله يكون التكتيك الخاص بمباراه وادي دجله، وهيحضر التمرين بكره باذن الله مستر بيتسو موسيماني مع باقي الجهاز. النهارده كان في محاضره علشان خاطر التركيز في مباراه دجله، والكابتن سيد عبد الحفيظ حذر من خطوره فريق دجله واتكلم وقال فريق قوي جدا وبيلعب كوره سريعه، فلازم نكون من اول دقيقه جاهزين لهذه المباراه ونفتش المباراه بثلاث نقاط تضافوا الى رصيد النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان، دي كانت اخبار تمرينه النهارده وماتش. انا بتهالي انه اي فرقه، واحنا متفقين بقى خلاص دي قاعده محفوظه، انه اي فرقه بتلعب قدام النادي الاهلي بتقدم اقصى ما عندها، وبالتالي ما فيش يعني مباراه بالنسبه للاهلي هتكون سهله، المباريات السهله دي مش في قاموس الاهلاويه، فبالتالي كل ماتش احنا بندخله احنا عارفين انه ماتش صعب، وعارفين انه الفريق اللي قدامنا يعني حتى لو خد نقطه مننا بالنسبه له ده مكسب كبير جدا.